اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بنطير على كل دول الخليج والدول العربيه، بنوجه لهم تحيه كبيره من ارض الكرانه مصر، بنقول لحضراتكم كل سنه وانتم طيبين. احنا معاكم التفاصيل برضو على شاشه القناه الاولى. الاكل النهارده من المطبخ العربي الخليجي، ايه هي دي التفاصيل؟ ان مطبخنا النهارده بيتكلم عربي خليجي، يعني معانا اكله مشهوره جدا في المطبخ العربي اسمها المرجوج باللحم والخضار. هنشوف تفاصيله يتعمل ازاي، كانك رحت على السعوديه اكلتيه ورجعتي. ايه رايك؟ وفرت عليك تذكره الطيران والتاشيره. هنعمل شوربه النهارده مشهوره جدا كمان في الفطار، شوربه الجريش بالطماطم، دي بتتعمل بالمرق بتاع اللحم. هنشوف تفاصيلها ازاي، الجريش اللي هو القمح المجروش جايه بالكلمه من هنا. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، طعمها حلو على فكره، ودي شوربه لازم تكون متواجده دايما على الفطار في الخليج. معانا كمان الحلو النهارده، بما ان المطبخ والسفره بتاعتنا عربيه وبتتكلم عربي، هنعمل المعصوم بالتمر والموز وبالعسل. يعني اعتقد ان الحلو ده فيه كل العناصر الغذائيه اللي بندور عليها. معصوم بيتعمل من الدقيق الاصفر اللي هو الدقيق القمح الاصفر الجميل، بيسموه في الخليج طبعا دقيق البر. هنعمله مع بعض النهارده بتفاصيلها، ونحليها بعسل او بشربات زي ما انت عايزه. السمبوسه النهارده برضو بتتكلم عربي، معموله بالجبنه الشيدر، ونقدر نديها الطعم والفليفر العربي بشويه حبهان شويه قرنفل، تبقى طعمها لطيف وجميل وزي الفل. تفاصيل كتيره موجوده معانا النهارده، بما ان القناه الاولى ورمضان في مصر حاجه تانيه، ولكن السر في التفاصيل. كمان احنا عندنا تفاصيل النهارده من المطبخ العربي السعودي، من المطبخ العربي الخليجي، بس بخفه مصر، بخفه شيف مصري. هنشوف نقدمها ازاي لحضراتكم بطريقه سهله وبسيطه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا كده نبدا من اول خطوه. لما بنسمع مطبخ عربي خليجي، مطبخ عربي سعودي، بنقول هنكلف حاجات تانية واحنا عندنا في، لا لا، الموضوع بسيط، نفس المكونات اللي عندك في الثلاجه. سيبك من الاسماء اللي انا قلتها، خلينا نشوف ايه هو قصه المرجوج الاول. المرجوج مقاديره على الشاشه عشان هنبدا بيه، طبعا هياخد وقت شويه. معانا لحم ضاني، هو افضل حاجه اللي اتعمل بلحم ضاني طبعا، بس لو عندك كندوز مش هيقول لا. معانا تشكيله من الخضار، جزر، ومعانا كمان كوسه وبتنجان لونين ابيض واسود عشان الاسود ما يزعلش. ومعانا القرع العسلي. القرع العسلي ده طبعا عندنا في مصر بثلاثه تعريفه، العالم بيحسدنا عليه، ده موجود في الخط السريع والطريق السريع. كل دول المقادير بتاعه الاكله المرجوج. له عجينه، في حاجتين، يا اما تجيبي الرقاق الاصفر ويتحط بديل ليها، ده بيسموه قرصان، يا اما نعمل العجينه نفسها على الهواء. نشوف العجينه يا شباب. حلو، دي مقادير المرجوج. اللحمه اللي شفناها على الشاشه معاها تشكيله من الخضار، كوسه وجزر وبتنجان وقرع عسلي. نيجي لموضوع العجينه بقى والتفاصيل. في طريقتين، الطريقه السهله انك انت مش عايزه تعملي عجينه، بتجيبي الخبز السوري تنشفيه وتحطيه بس كده، نقلنا الاسم لاكله اسمها القرصان. ولكن كلمه المرجوج يعني لازم، دي جايه من الرق، رق العجينه، هنرق العجينه. العجينه السمراء دي هتتعجن بميه ورشه ملح ورشه سكر وميه دافيه، ونعجن العجينه، وبنبدا ان احنا نفرتها زي المرجوج ونحطها على وش اللحم بعد ما يستوي. حاجه لطيفه كده حلوه، سريعه الهضم لكبار السن، سريعه المضغ، يعني حاجه حلوه وزي الفل. تعالوا نبدا نشتغل فيها. طاسه على النار، نحط معلقه سمنه حلوه زي الفل. ممكن تعمليه بالسمنه، تعمليه بالزبده، انا هعمله طبعا بسمنه بلدي. اه بسم الله الرحمن الرحيم. الحله بتاعتي دايما سخنه على طول معايا. بصلايه ناعمه حلوه كده، اللهم صل على النبي. اهي ممكن يتعمل بلحم بعظم، مفيش مشكله، اللحم ده خالي من العظم، صارفين احنا اهوت زي الفل، اللهم صل على النبي. ميزه الاكله دي للامانه فيها الطبق فيه كل حاجه. هندور على خبز هنلاقيه موجود، هندور على تشكيله من الخضار هنلاقيها موجوده، ولكن الشطاره انك تدي للاكله الطعم والرونق العربي. في بهارات عربيه لما بنشوفها في الاكله على طول، الاكله دي نقول دي مدرسه المطبخ العربي. ايه هي يا عم الشيف؟ اللومي. نجيبها كده نظهرها لحضراتكم مع بعض اهي، اللهم صل على النبي. التفاصيل الصغيره دي بتفرق معاكي، لازم الاكله تطلع بنفس الطعم، اه مش الاسم وبس. معانا اللومي، وجنب اللومي القرفه اللي هي الدرسيد المسمى بتاعها، وجنبيها الحبهان الاخضر او الهيل. اه نقلب اللحم كده،
ياخد لون، ننزل بالبهارات ديت كأنك بتعملي كبسة اهو. ناخد واحدة نكسرها، بتكسرها ليه يا شيف؟ عشان تاخد المزازة بتاعة الليمون الجاف. ننزل بالقرفة الخشب، ننزل بشوية ورق لورو، ننزل بالقرنفل اللي هو المسمار والحبهان اللي هو الهيل، كل دول مع بعض. يا نعم النار زي الفل. شيل اللي بتطلع صوت دي مش عايزها. اه الخضار مش هينزل دلوقتي ولكن بنحضره، لازم اللحم ده ياخد غلوه كده ونحضر الخضار. عندنا قرع عسلي، معانا بتنجان، ومعانا كوسه بالشكل ده كده. هقول لك على معلومه هنا تصدقيني بجد هتدعي لي. الكوسه لما تحب تخليها تشارك في كبسه، اللي انا بقوله ده من خبره السنين على فكره، مش مره واتنين وتلاته، بالعكس. كوسه او بالذات الكوسه لما تحب تخلي شخصيتها وشكلها سليم في قلب الكبسه او في قلب اكله المرجوج او القرصان، في حاجتين. الحاجه الاولى تقطعيها زي ما هي بقشره بتاعتها، وتيجي عند الزهره بتاعتها تسيبي حته ما تقطعهاش كلها، هي دي اللي مديها العصب. اهو الحته دي مهمه جدا، شلناها. الكوسه دي اول ما تشم النار هتفك منك في قلب الشوربه. اللحمه على النار بيستوي زي الفل، تمام. هنقلبهم كده، ما تحطيش الملح خالص دلوقتي. ليه يا عم الشيف؟ عشان الملح لما بحطه في اول تسويه اللحمه بيعرقل عمليه السوى شويه. شفت معلومه زي دي يا عم الحاج؟ كنت هتلاقيها فين غير على القناه الاولى؟ وجود اللحم في اول تسويه اللحمه بيعرقل عمليه السوى. حطيت معجون طماطم في اول تسويه اللحم بيعرقل عمليه، يعرقل يعني ايه؟ بيهبط عمليه التسويه، لانه بيقفل المسار الانسجه بتاعه اللحمه والمسام بتاعه اللحمه وهي بتستوي. هي كده هتستوي بسرعه. حلو، ننزل بس بشويه فلفل اسود كده زي الفل. اللهم صل على النبي. اه والملح مش هينزل بيه دلوقتي، وخلونا اغطي الحله دي كده علشان تستوي بسرعه. والخضار جاهز. نخش على العجينه بتاعت المرجوج بتتعمل ازاي، بس عشان الاسم ما نقولش ده ايه مكلف. الاسم اسهل ما يكون، عباره عن شويه دي اصبر، وده موجود في اي سوبر ماركت، ورشه ملح ورشه سكر وميه دافيه. ادي الدقيق الاسمر معانا اهو زي الفل. حلو، دي اصبر يعني دقيق كامل بكل الحاجات بتاعته، ومعانا كمان ميه دافيه. والميه كده بتطلب شويه، رشه الملح الصغيره مش ما بتاخدش خميره ديت، ورشه سكر صغيره. حلو، ونعجنها مع بعضيها واحنا مع بعض كده. اه عجينة المرجوج. معانا مين؟ دايما لما بقول المطبخ مفتاح السعادة الزوجية والعائلية، الواحد لما بيعمل شوية رز بلبن وبيلاقوهم حلوين وحد يقول له تسلم ايدك، بيحس بسعادة انه عمل حاجة كويسة واعجبت الاخرين او الناس التانية اتبسطت بيها ايا كانت الضيوف. انا بعمل دلوقتي اكلة من المطبخ السعودي، المكونات بتاعتها في متناول اي حد، مش حاجة جديدة يعني. الخضار ده موجود معانا، والقرع العسل ده مش موجود غير في مصر على فكره بالشكل ده واللون الحلو ده كده، واللحم بيستوي على النار. وعملت العجينه، العجينه عباره عن دي اسمر ورشه ملح ورشه سكر، باخدها زي ما هي كده اهو بالشكل ده كده، واقطعها صغيره كده واخليها على جنب علشان هفرتها كلها دلوقتي بالشكل ده كده زي الفل كده اهو. اهو شفت القصه دي اهو. والاسم انا نعم ممكن الواحد لما اقول لك مرجوج يعني ايه وعايز تفاصيلها، لما بقول التفاصيل عندنا يعني ده مطبخنا. وعايز انوه عن حاجه مهمه جدا، برنامج اسمه اكله امي، يعني غني عن التعريف. اكله امي يعني انا بفكرك باكله والدتك اذا كانت موجوده، ربنا يديها الصحه وطولة العمر، اذا توفاها الله ربنا يرحم موتانا جميعا ويرحمهم. ده مهم جدا على فكره. واحنا بنعمل الاكله دي بنقول افكار بسيطه وبديكي معلومه تساعدك في انك انت تعملي الاكله بدون خساير، لان برضو لما تيجي تعملي بيض مقلي حتى وتلاقي البيض منك نشف او ما تعيش مظبوط بتزعلي على حاجه، فانت معاكي شيف سند ليكي في المطبخ وبيساعدك. اه ادي العيش او الخبز المرجوج اللي احنا بنعمله، قطعتهم بالشكل ده كده، هفرتهم طبعا بس بعد الخضار ما يستوي واللحم يستوي وينزلوا على وش الايه؟ الشوربه او المرق بتاعنا ده كده.
زي الفل، بس احط الخضار ونسمع كلام الكبير عشان ربنا يكرمنا. اهو هننزل بالخضار. يلا جيب التفاصيل. القرع العسلي معانا، الجزر للأمانة والمصداقية دي دورنا وشعارنا. الجزر ده مستوي شوية علشان نسبة التسوية بتاعته كبيرة غير بقية الخضار. اهو الخضار لازم يكون كبير بالشكل ده كده علشان شخصيته تبان مع اللحمة ما يتقطعش صغير. اهو كمية خضار حلوة لأنها كمان مفيدة. ونقلب كل ده مع بعضه، برضو مش هنزل بالملح خالص دلوقتي، أقلبها بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. سيبني بقى أعيش مع الحلة بتاعتي كده واغطس فيها بالمعلقة، ونطلع بعدين ونطلع فاصل صغير ونرجع مع بعد الفاصل نشوف المراحل النهائية لعمل أكلة مشهورة جدا في المطبخ السعودي اسمها المرجوج باللحم والخضار. معانا النهاردة كمان المعصوم بالتمر والموز، معانا شوربة مشهورة جدا شوربة الجريش بمرج اللحم أو بالطماطم. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ المرجوج، هي دي بقى الرقه اهي، شايفين الرقه؟ الاسم اهوت، ليه سموها الرقه دي بتاعتها اهي؟ لازم تكون بالشكل ده كده اهو. بس الخضار يستوي مع اللحم نبدا ننزل بالمرجوج على وش اللحم والخضار، اكله تكلفتها 3 تعريفه. حد هيقول لي ممكن تتعمل بالفراخ؟ بالفراخ تتعمل زي الفل، تجيب الفرخه تقطعيها على 8 وبنفس الطريقه. تحطيها تحمريها بصلة وتومة وتبدأي تحط الخضار بتاعك اللي انت حباه، ونفس الطريقة اللي انا شغال بيها دي كده اهو. معانا مين من الحبايب؟ طيب مقادير المرجوجة على الشاشة تاني عشان خاطر الحبايب ده اللي بيتابعوا القناة الأولى. اهو اهو العجينة هي زي الفل، بفرتها كده بنشابة صغيرة اهو. عندك الحلة كبيرة بتخليها كبيرة، عندك الحلة صغيرة بتتعها نصين اهو اهو اهو. رقيها رقيها اه. ده المرجوج ويلا نصين كده. انا خلصت بالعجينة بتاعتي بالشكل ده كده اهو، بس الخضار ابص عليه كده بصة وابدا ان انا اسقط ده بعد كده اهو. كده انا خلصت من القصة دي. ايه الجمال والحلاوة دي اهو. جيب لي الخضار كده اهو واشيل دي من هنا. اللهم صل على النبي. تعالوا مع بعض بقى نشوف ازاي نعمل شوربة الجريش. مقاديرها على الشاشة. قمح مجروش عشان كده سماها شوربة الجريش، ومعانا مرق لحم، ومعانا عصير طماطم، ومعانا بصل، ومعانا توم، ومعانا لومي، معانا قرفة، معانا حبهان، ممكن تحط مستكة زي ما انت عايزة. المقادير تاني على الشاشة قدام حضرتك، صورها بالتليفون او اكتبيها. شوربة قيمتها الغذائية عالية جدا، لا تعد ولا تحصى. ليه يا شيف؟ لانها فيها حبوب القمح كامله، وبتحط لها شوربه لحمه كمان، اصبحت كده الايه؟ كل العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم الصغير قبل الكبير. نغطي اللحمه دي ونسيبها تستوي. ناخد القمح بتاعنا ده كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اخبار الطاسه ايه؟ زي الفل. معلقه سمنه. ممكن يا شيف تتعمل بشوربة فراخ؟ ممكن. البصل والثوم والبهارات بتاعتنا، ولكن لازم البهارات العربية اللي احنا حاطينها في المرجوج او اللي هي بتاعة الكبسة. اه نقلب دول كده مع بعض زي الفل. احمر البصلة كويس، احمر الثومة كويس، اشم ريحتها حلوة كده، انزل بصوص الطماطم بتاعي. الله اهو. يلا مع السلامة مع السلامة. ننزل بشوية شوربة لحم فيها. اللهم صل على النبي. وخلص الكلام، الشوربة خلصت. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي يا شيف؟ معانا القمح ده كتير طبعا، يعني عشان هو ده طبعا ده عادي ما يستوي كده بيكتر شوية، عامل زي الفريك.
شوربة الجريش وتفاصيلها على شاشة القناة الأولى. إهداء لكل إخواننا وحبايبنا في الدول العربية، بنعملها بخفة دم مصرية، بحكم إن أنا طبعاً قضيت عمر طويل تقريباً فوق 15 سنة في السعودية، الشعب الجميل اللي أنا بحبه. أه كل دول مع بعض. أه أه شوربة أهي، تفاصيلها في التوابل اللي هحطها دلوقتي. أه أه تجيب القمح ويتجرش بواسطة خلاط أو بواسطة كبة، أو عندك الكبة هتبوظ لو أنت كسرتيه في هو سليم، تعملي حاجة حلوة قوي. إيه هي؟ تاخدي القمح ده نص سلقة وبعد كده تضربيه في قلب الكبة، هيتكسر معاكي. أنا بقول لك حاجات صغيرة كده بتطلعك من أي مأزق. هتقولي يا شيف أنا ما عنديش كبة تطحن القمح، طب دورت في السوبر ماركت ما لقيتش وعايز أعمل الشوربة الحلوة دي أعمل إيه؟ هتجيبي نص كوباية قمح تسلقيها أو تحطها في مية مغلية ساعتين زمن، تصفيها وتضربها في الكب، هتطلع معاكي مجروش، وكده كمان كسبت وقت في التسويه. كده اشيل الحاجات دي من هنا، الشوربه على النار والمرجوك في النار مستني العجينه اللي هنحطها على الوش. تعالوا نخش في تفاصيل السمبوسه بالجبنه الشيدر، ازاي اخليها تاخد الطعم العربي الاصيل. ياخد وقته بقى شويه كده انساه. حلو الكلام، وتعالوا نشوفوا مع بعض تفاصيل عمل السمبوسة بالجبنة الشيدر. جبنة الشيدر في السوبر ماركت بتتباع منها مبشور، بتتباع منها سليم. لو جبتها سليمة بتبشريها، جبتها مبشورة بتكون معاكي بالشكل ده كده. معانا شوية عجينة عشان نلف واحدة واثنين وثلاثة لحبايبنا، ومعلقتين الدقيق اللي معانا من أول أيام الشهر الكريم في التلاجة نلف السمبوسة. وادي الجبنه الشيدر، عايزها تاخد التوابل العربيه، رشه حبهان عليها تبقى لطيفه وحلوه، سنه كمون صغيره تطعم الجبنه، ممكن تحط شويه حبه البركه يا ويلي. حلو الكلام، او زيت حبه البركه زي ما انت عايز. اهو شفت دي الجبنه بتاعتي اهي، خدت الطعم العربي. شويه هيل ناعمين مع شويه قرنفل او قرفه زي الفل، مع شويه بقدونس كمان كده. الجبنه جاهزه، واقلبهم بالمعلقه زي الفل، خدت الطعم العربي. هتقولي لي يا مغازي ينفع اعملها بالموزاريلا؟ ينفع، ينفع اعملها بالجبنه القريش بتاعتنا بتاعت الريف المصري والصعيد المصري؟ ينفع، وتبقى احلى من كل ده. نلف لنا 100 حبه في اقل من 100 ثانيه واحنا واقفين اهو. بتحسب معايا كده الحبايه بتاخد معايا ثانيه برنس مخرجنا؟ اه واحده كمان. مقادير السمبوسة على الشاشة بالجبنة الشيدر، واخدة الطعم العربي الأصيل. أهو عينيا. أهو يا فندم أنا كده خلصت. أنا كل القصة هحط المرجوج على وش اللحم والخضار، الشوربة على النار بتستوي، أنا مش قاعد جنبها سايبها عايشة مع نفسها، فاضل عندي المعصوم. حلو الكلام. في كمان أكلة مشهورة في المطبخ العربي اسمها الحنين. حلو، هي نفس المدرسة بس ده بيتعمل بطريقة وطريقة، فخلينا نعمل النهاردة المعصوم، وفي حلقة إن شاء الله من الحلقات الجاية برضه هيبقى يوم الأربعاء من كل أسبوع معانا اللي يكون المطبخ العربي الخليجي، ويوم الخميس من كل أسبوع عزومة من المطبخ المصري. يعني بكرة اعزمي اللي نفسك فيه والأعداد اللي نفسك فيها، معاكي سند ليكي في المطبخ الشيف المغازي على القناة الأولى، هخليكي تعزمي 20 30 فرد. إحنا مش هنعمل على الشاشة لأكل ال 20 30 ده، إحنا كده مش خالصين. لا، هقول لك إيه مبادئ إنك تعملي عزومة. هو تليفون صغير، تحبوا تفطروا إيه النهاردة؟ اللي هيحبوا يفطروه هتعمل ايه بكميات قليله، والتنوع على السفره بيخلق جو من السعاده وجو من الحديث الشيق على السفره. حلو الكلام. نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع للمطبخ العربي الاصيل النهارده، والتفاصيل عندنا على شاشه القناه الاولى. اوعوا تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تلاحظوا حاجة في ايدي فوطة، صديقتي دايما ده يكون في مطبخك من وقت للتاني كده، حركة نظافة أنا بسميها إيه، ثانية نظافة، دقيقة نظافة في المطبخ بتاعك، هتقفي رايقة وتخلصي الفطار بتاعك ومفيش حاجة يعني إيه مصدعاكي. المطبخ بقى مليان كراكيب والحاجات اللي إحنا عارفينها ديت، دي بعيدة عننا خالص. الزيت أخباره إيه؟ إيه الدنيا؟ نبص عليه كده عشان نحط السمبوسة تتحمر، عشان لسه عندي شغل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لسه شوي، خليها هنا. زي ما انا كده اهو، ده غلط. ليه بقى يا عم الشيف؟
لان انت على الزيت ما يسخن. انا اتعمدت اعملها والله عشان بس نتكلم عن حاجه مهمه جدا، على الزيت ما يسخن. ولو انت حاشيها جبنه بالذات، الجبنه هتفك في قلب الزيت وتطلع من العجينه، فانت عايزه تعملي صدمه ناريه للحاجه اللي بتعمليها، فلازم الزيت يكون درجه حرارته عاليه وانت بتحمري السمبوسه بالذات. فعشان كده هنشيلها لغايه لما يسخن، وعندنا الشوربه على النار، وعندنا المرجوج بتاعنا هنحط له العجينه بتاعته بعد شويه. خلونا نشوف مع بعض مقادير المعصوم على الشاشه. معانا تمر حلو قوي، معانا عسل يعسل ايامك، معانا العجينه اللي هي بعجينه المعصوم. طبعا عايزين نعرف حضراتكم دي اتعملت ازاي، نفس مقادير القطايف. جيبها لنا كده مخرجنا الجميل الله يوفقك. اهي اهي شفتوا دي اهي معايا اهي اهي المقادير على الشاشه، والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. بتعملي شويه قطايف من العجينه ديت اللي هي عباره عن دقيق اسمر، نفس الدقيق اللي احنا استخدمناه في العجينه بتاعه المرجوج، مع شويه ملح مع شويه سكر وميه دافيه، بتقلبيهم كويس مع سنه بيكنج باودر عشان تبقى العجينه هشه معاكي واخده سكه القطايف بدل الخميره، مش هتاخد خميره ديت. وتسيبي العجينه لمده 15 دقيقه، وتجيبي طاسه حلوه كده وتعملي 20 30 40 واحده اهو بالشكل ده كده اهو. ومعانا التمر ومعانا العسل، حلو الكلام لغايه كده زي الفل. ومعانا موز، الموز ده اختياري حسب الرغبه. نبدا نشتغل في الموضوع ده كده، طاسه على النار ونجهز التمر، ونحط معلقه سمنه حلوه، حلو. بنحط على السمنه دي يا عم الشيف التمر الحلو ده كده، خلي بالك شيك عليه كويس عشان في ممكن تطلع نوايا، كنت تكون عازمه حد تيجي النوايا دي تحت اسنانه قصدها، ولو حماتك عزماها يا ويلي مش هتخلص. وهي بتيجي النوايا كده يعني، بس كنت الف لي مثلا ايه 300 400 حبه سمبوسه، فكنت الفها واحط معاها صنوبر. الواقعه دي حصلت معايا بالفعل، فالدبوس اللي ماسك الكيس بتاع الصنوبر فك مني غصب عني، ففي عزومه وفيها ناس كده يعني شخصيات، حبه الدبوس دي تيجي مع واحد شخصيه مهمه كان يوم يعلم بتخصم شهرين شهرين، كنت راضي لان استاهل. فانا بكلمك في حاجه دي خبره، انت نفس القصه، خليت النوى من التمر، شيل النوى وتاكدي وشيك عليه كويس عشان لو انت عازمه حد وجات واتكسرت سنانه واخده عين. احنا عمرنا ما اتعزمنا بره يا ابو غاز، اليوم اللي اتعزم فيه سناني تقع وانت مش قصده يا عيني. اهو التمر هنا اهو، يسيبه كده على النار، انا بطريه شويه لانه ده تمر طازه يعني مش من العجوه، خلي بالك. ونحط شويه ميه ونسيبهم على النار كده، فرصه على ما التمر يطرى معايا ننزل بعجينه المرجوج، نشوف التفاصيل اللي عمل المرجوج. اخواننا في الخليج اللي بوجه لهم تحيه كبيره في كل الدول العربيه اهو، ما تقلبهوش دلوقتي، استني شويه على ما يعرق. يعني ايه يعرق؟ العجينه تشد نفسها. مرجوج يعني لازم يبقاش تبقى العجينه رقيقه، خلي بالك. بالمعلقه الخشب كده ونعمل الحركه دي كده شفتي ونسيبها شويه لغايه لما ياخد غلوه الاكله دي قريبه شويه للفته بس بمدرسه تانيه يعني حلو نسيبها على النار شويه ونغطيها. هتقولي هتغطيها ليه يا مغازي؟ علشان البخار يطلع معايا يسوي لي العجينه نبدا بالشوربه بتاعتنا. اللهم صل على النبي. اخبار الشوربه ايه؟ بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. شوربه الجريش اللهم صل على النبي، قيمه غذائيه عاليه جدا تفوق الهرم في ارتفاعه، حبوب القمح كامله، مرج اللحم معانا بروتين حيواني، التوابل العربيه بقى تتكلم عن نفسها، اللومي والقرفه الخشب والحبهان والدرسين. عندك حتتين لحمه حطهم في قلبيها، اخواننا في السعوديه بيعملوا ايه؟ يجيب اللحم ده يتقطع النساير كده وتتحط في قلبيها، حلو الكلام. ما احنا عندنا لحمه في المرجوك فبيكفي، حلو الكلام. نحط العجينه تاني، يلا كده كده كده، ادي المرجوج اكله فيها كل حاجه. رقينا العجينه كويس عشان كده سموه مرجوج، ونقطعها كده على وش الحله ونسيبها شويه. شوف السمبوسه اخبارها ايه، ننزل بقى في الزيت، اخبار الزيت تمام.
الحمد لله. يلا على طول تسمعي الصوت ده تطمئني، يطمئن قلبك. اه تفك مني يا راجل يا طيب، سنين الخبره ده دي لفه سمبوسه بعدد شعر راسي. كفايه دول، كفايه على قد الطبق. سيبها تتحمر كده زي الفل. تمام، نخش نكمل موضوع المعصوم. الموز عندنا اهو، نجيب سكينه صغيره كده من السكين الحلوه بتاعتنا دي كده، وفي قلب ما احنا معانا بقى العجينه بتاعت الايه المعصوم اللي احنا عاملينها عجينه القطايف. اهي ركزي معايا. حلو. الطبق ده بقى حلو على السفره او على السحور، جميل جدا. الموز كلنا عارفين ان هو غني بالبوتاسيوم، التمر طبعا مش محتاجين ان احنا نتكلم عنه، ولا هو مش محتاج اصلا. السنه النبويه طبعا في رمضان التمر ده لازم يكون في كل بيت. كمان واحده، انا بحب الموز مستوي، ويفضل انك تجيب الموز المستوي في الاكله دي بالذات، ما تجيبش الموز الناشف اللي هو لسه ما استواش. حلو. معلقه السمنه اللي انا حاططها بتطري للطبر ده كده، اللهم صل على النبي. تجيبي معلقه ما مرش عليها لا بصله ولا تومه، ونهرس كده. حلو. الموز يستوي مع التمر. في هنا بقى حاجتين، يا اما تحط سكر يا اما تحط عسل، يا اما ما تحطيش الاثنين، تحطيهم واحنا على السفره بتاعتنا حسب ما انت حابه ورغبتك يعني. تاني المعلومه دي عشان دي مهمه جدا، عشان احب تعملوا الاكله بكل تفاصيلها كانك رحت قعدت في السعوديه وعشت مع الشعب الطيب ده كده، وجيت في مصر هنا تقول انا بعمل احلى معصوم. في حاجتين، يا اما نحط دلوقتي سكر وعسل عليهم كده ونحط عليهم العجينه اللي احنا عاملينها القطايف، يا اما نحطهم كلهم على بعضيهم ونحط العسل على السفره بتاعتنا نقدمه على السفره حسب الرغبه. السمبوسه كده جاهزه. سمبوسه بالجبده الشيدر، حلو قوي. انا ما بحطش بقدونس، حط الحاجه الحلوه دي كده. اللهم صل على النبي. جبنه تطلع فين يا فاروق؟ قول لي بس تطلع فين، ما تزعلنيش. انت ممكن تحمر السمبوسه، الجبنه تفك في قلب الزيت وتقعد تحلى على الجبنه، وامسكوا الجبنه هربت من السمبوسه والجو اللي انت عارفه ده، انما على الشيف البوغاز ما ينفعش. نقدمها هنا كده جنب الشوربه. زي الفل. تمام، شيل ده من هنا بقى. حلو، نقلب التمر ده كده. حلو قوي. الحركه اللي جايه دي بقى او التركيه اللي جايه معلش هي النهائيه يعني. العجينه هنا بتستوي بتاعت المرجوج، ومتنسيش تبدلي ما بين المعالق وبعضيها. العجينه هنا بتستوي، الخضار ينزل كده والعجينه تنزل تحت. الله، عينيا. حاضر. ايه الجمال والحلاوه دي يا عم الشيف؟ الخضار استوى، من لونه بيقول. الجزر استوى والقرع استوى واللحم استوى زي الفل. نغرف بقى مع بعض. هغرف اول حاجه المرجوج، علشان المعصوم ده ايه عايز شويه شغل كده نعملهم مع بعض. اللهم صل على النبي. في الطبق الحلو بتاعنا ده كده نوسع له، الكبير وصل، ونشيل الحاجه دي من هنا. حلو، نجيب المغرفة الحلوة دي كده. اللهم صل على النبي. الأكلة دي برضو لازم تتغرف بالطريقة اللي أنا بغرف بيها دي كده. الخبز بتاع المرجوج يبان، تفاصيله تبان.
لسه معايا المعصوم هعمله. حاضر. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ شايفين المرقوق بتاعنا؟ المرق مع اللحم مع الخضار مع خبز المرقوق اللي انا خبزته وعجنت العجينه وفردتها. ننزل بالمرق بتاعنا ده كده. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بتتكلم عربي. ألف ألف هنا وشفا للي ياكل. خلاص الطبق التاني بسرعة عشان ما نضربش. المعصوب بتاعنا أهو. نحطه هنا كده. بالشكل ده كده. طبعًا لما ننزل عليه بالتمر والموز بيسخن وبيطرى. ناخد ده كده بالمعلقة. اللهم صل على النبي. لسه ما خلصتش. ثواني بس، ثواني ثواني أهو. تمر وموز. ألف هنا وشفا. عينيا. حلقتنا النهارده والمطبخ بتاعنا من المطبخ السعودي، من المطبخ العربي. العسل بينزل يتناغم مع المعصوم وعسل زهرة البرسيم، عشان كده بقول السفرة معمولة بخفة دم مصرية. وعملت المرقوق واجتهدت إن أنا أعمله زي إخواننا في الخليج. شوربة الجريش بالطماطم، السمبوسة بتاعتي سمبوسة بالجبنة الشيدر. رؤية فن إبداع من المطبخ العربي السعودي. كل ده منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.